الاندفاع والقدرة على مواجهة أزمات بعنف إلى مداه، وصل مداه. وعلى حال هو وهو في المنفى مع أبوه في مدغشقر لم يكن معتقدا أنه كل حكاية الجماهير العربية دي. أنا فاكر مرات كنت قابله في القاهرة، في الرباط، في باريس، في فاس مرات، وهو كان دايما ما يقولها ليش صراحة، لكن كان أنا مرة الوحيدة اللي قال لي صراحة، قال لي أنتوا بتخوفونا بالإعلام وصوت العرب وبتاع في مصر، يعني عايز أقول لك حاجة بقى كده، أنتوا عمركم ما غزيتوا المغرب، لكن المغرب جه عندكم وأقام دولة الفاطميين، فيعني ما تخوفوناش بالإعلام والكلام ده كله. يعني هو كان عنده رأي في الجماهير والشعب والكلام ده كله، ولا لم يكن معتقدا بشيء من هذا. وبالتالي هو في ذلك الوقت وأبوه في المنفى بدأ يتصل، وأنا هنا بقولها صراحة، بدأ يتصل بعناصر في إسرائيل. كيف جرى الاتصال؟ المغرب في أقلية يهودية لها تاريخ وهي متراجعة مع المسلمين من الأندلس، لكنها جالية كبيرة ولها إسهام في تاريخ المغرب، وهي جالية أنا مستعد أقول إنها جالية قامت بأدوار تستحق الاحترام في يقظة المغرب، ولابد من الاعتراف بدورها، لأنه عيب إن احنا أي عداء يخلينا نتصور إنه هذه نهاية الأشياء. لكن الملك بدأ، الأمير حسن بدأ يتصل بالجالية اليهودية في المغرب مطرح ما كان هو عايش مع أبوه، وبدوا هم كمان يتصلوا بي، لأنه هو لقى أولا الجالية اليهودية بدأت تبقى قلقة بعد السلطان محمد ما اتعزل عن العرش وجاب ده واحد سلطان آخر اختاروه الفرنساويين من العيلة الشريفية هو بن عرفة، وبدأ يجيبوا الجلاوي باشا من الجنوب من مراكش، باشا مراكش يبقى موجود بيلعب دور مؤثر، واليهود الطائفة اليهودية في القلية اليهودية في المغرب بدأت تشعر بقلق، لأنه الأوضاع الحكم ما بقتش هي الأوضاع السلطانية اللي هي تعودت عليها وتعاملت بها مع الملك محمد الخامس ومع أبوه وتعاملت مع الأمير حسن والجماعة اللي جايين من جنوب والسلطان محمد بن عرفة الجديد اللي جابوه، في أوضاع قلقة. فاليهود المغرب ومنهم كتير قوي هاجروا إسرائيل، كانوا من أول سنة 48 بعضهم، وحتى الأمير حسن اللي بعد كده الملك حسن كان دايما يقول لي وقال لي مرات كتير قوي، قال لي أنا عندي حزب في إسرائيل، أنا عندي 200 ألف مهاجر مغربي من المغرب، من يهود المغرب راحوا لإسرائيل، وهؤلاء حزب مؤثر وبينهم من يحكم. وبالفعل من قادة الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة جدا كان في كتير قوي من أصول مغربية، كتير قوي 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 من أصول مغربية. فملك الحسن أو الأمير الحسن في ذلك الوقت يشعر أنه عنده يهود المغرب بيتصلوا به، يهود المغرب بيوصلوا لعنصرين من الناس، يوصلوا للطائفة بتاعتهم اللي في إسرائيل ووصلوا للنفوذ اليهودي الإسرائيلي، ثم يصلوا به إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية وفيها اللوبي الإسرائيلي أو اللوبي اليهودي عندها أكسس، عندها تأثير على السياسة الأمريكية. الأمير الحسن بدأ يشعر أنه هذا هو طريقه إلى العودة للعرش، وليس كل الكلام تقال على الجماهير والكلام اللي هو بيعتقد أنه كلام ما يوصلش لكتير قوي. وعلى حال لم تطل فترة المنفى عن سنة ونص، منفى السلطان وابنه، ولم يلبث السلطان أن عاد، ونحن اعتبرنا في المشرق أنه هذا انتصار عظيم جدا لحركة القومية العربية والإذاعات والجماهير، في حين أن الأمير الحسن اعتبر أن هذه العودة إلى المغرب ليس سببها كل هذا الذي يقال، وإنما سببها هو ما فعل هو. وبالتالي الأمير الحسن بدأ ياخذ وضع في المغرب حتى قدام أبوه بعد ما رجعوا على العرش، بدأ ياخذ وضع طرف ما هوش ولي عهد بس، بدأ يأخذ واحد قيادة القوات المسلحة، بدأ يأخذ المسؤولية عن كل أجهزة الأمن، ويعتبر نفسه هو القائم على أمور المغرب، وأنه أبوه تقليدي إلى آخره. وأنا شفت العلاقة بين الاثنين وحتكلم فيها فيما بعد، لكن هنا الأمير حسن كان شخصية تانية بيتصرف بمنطق تاني مختلف. الأمير حسن مش عاوز مشاكل في شأن الثورة الجزائرية، عاوز الوصول لتسوية.
في شأن الأسلحة اللي كانت رايحة للجزائريين في أتوس، في المركب أتوس واللي اتظبطت، هو مش مقتنع بهذه الأساليب، خايف جدا، عارف تأثير أو عارف التصور الفرنسويين بالنسبة للجزائر، وإنه الجزائر هذه مسألة غير قابلة للحل، مسألة غير قابلة للاستقلال على نمط ما جرى، أو نوع من الاستقلال على نمط ما جرى في تونس أو في المغرب. الملك أمير الحسن في ذلك الوقت أنا أظن أنه لم يكن بعيدا، سواء بقصد أو بالتسريب، أو بأنه في بلاطه الفرنسويين لبلاطه أو في دائرة مكتبه عرفوا بأمر ثورة، بأمر سفر قادة الثورة الجزائرية. وأظن أنه الأمير الحسن هو بالتحديد من أقنع السلطان أنه يفصل، هو يركب طيارة والجزائريين لحمايتهم ولكي لا يظهروا ياخذوا الطيارة الثانية، وهذا هو التغيير الذي حصل. لكن الأمير الحسن لم يكن بعيدا على الإطلاق عن عملية خطف قادة الثورة الجزائرية، وهو له في هذا منطق معين. لكن حصل خطف الزعماء الجزائريين، وبدأ قدام الفرنسويين أنهم قدام فرصة من ذهب،